المهم انا النهارده هكلمكم على حاجتين دايما بيجوا للبني ادم بشكل مفاجئ او من غير ميعاد سابق، وهما القدر والضيوف. القدر طبعا كلنا عارفينه ومؤمنين بيه الحمد لله، انما الضيوف الموضوع ده معقدني من وانا صغير، عشان كان دايما يجي لنا ضيف في البيت يقول لي خد يا حبيبي خد الفلوس دي هات لك بيها حلاوه، اخد منه الفلوس الضيف ينزل من هنا وتيجي امي من هنا وعلى وشي كش. يا مش قلت لك ما تاخدش فلوس من الضيوف؟ يا ده تعيش طول عمرك كده فارسني وتعبني، يا ده الراجل يقول علينا ايه دلوقتي؟ حرمينك من الحلاوه؟ ياما في ايه؟ ما يعديش اسبوعين يجي خالي البيت يقول لي خد يا حبيبي الفلوس دي خد خد هات لك بيها حلاوه، لسه اخد منه الفلوس افتكر كش. اقول له لا 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 مش عايز حاجه. يقول لي يا خد من خالك وانا مصمم لا لا مش عايز. فجاه يقول لي يا ام العيال تعالي شوف ابنك مش عايز ياخد من خاله فلوس، امي تيجي وعلى وشي كش. يا ما بتاخدش فلوس من خالك ليه؟ يا ده تعيش طول عمرك فارسني كده وتعبني، خالك يقول علينا ايه دلوقتي؟ احنا محرجين عليك ما تاخدش منه؟ ما بقتش فاهم اخد فلوس من الضيوف ولا ما اخدش، كل اللي انا فاهمه حاجه واحده بس، ان انا كل ما يجي ضيف بتضرب بالقلم. قعدت بقى من وانا صغير معقد من الضيوف وبعمال افكر فيهم، لحد ما اكتشفت ان الضيوف دولت انواع. يعني مثلا تلاقي الضيف الفضولي ده اللي بيجي لك البيت يخبط تفتح له يقول لك بابا موجود؟ لا والله يا عمو بابا خرج. خرج راح فين؟ والله يا عمو مش عارفين. مش عارف ولا مش عايز تقول؟ يا عمو لو عارف اقول لحضرتك زي ما ودين مش عارف يا عمو. فيقول لي طب انا هخش استناه جوه، اقول له اتفضل يا عمو. يخش جوه طبيعي ممكن يحصل صوت، يعني مثلا مامتي بتزعق مع اختي الصغيره بتاع، فيجي يقول لي الا ايه الصوت اللي جوه ده؟ اقول له لا مفيش حاجه يا عمو بتاع. يقول لي طب بابا هيتاخر؟ اقول له لا زمانه جاي. طب ما على ما يجي نشوف ايه الصوت اللي جوه ده. اقول له يا عمو مش هينفع بتاع. يقول لي خلاص خلاص انت شكلك كسلان، هخش انا اشوف ايه الصوت اللي جوه واجي اقول له. الله انت جاي ترخم عليا وخلاص. سيبك من ده، في نوع تاني الضيف الحسود، لو اول ما تفتح له الباب يبص على كل تفصيله في البيت، بيركز في البيت حته حته، واول ما يخش يقول لك الله 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 ركبته تكييف جديد، الله 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 وغيرته التلفزيون، الله 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 نجدته الانتريه. ده اول ما ينزل من هنا ماسك كهربي التلفزيون في التكييف يولعه ينزله في الانتريه يمسكه فيه. والله ما انت بعد ده هيحصل ايه؟ وتلاقي بقى اهل البيت كلهم عمالين يجروا يقولوا الله 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 الله، ما خرب بيتنا. سيبك من ده كمان، عندك الضيف اللي بيستعبط، وده الضيف بتاع رمضان اللي يخش عليك وقت الفطار يقول لك ايه ده قاعدين بتاكلوا؟ معقوله ده انا حماتي بتحبني. يا سلام، ما انت جاي في رمضان وقت المغرب هنكون بنعمل ايه؟ بنلعب بلاي ستيشن؟ يعني بالعقل ما تعملش، ويا ريته بيديك ثواب ان انت تفطر صايم، لا بيشرب اي ميه من كولدير بعد كده يطلع لك، يعني هو عايز يرخم عليك وخلاص. وفي بقى الضيف المخرب ده اللي عنده حماده الصغير، يا على حماده ولا سماجه حماده، او ما تخش البيت ازيك يا طنط عامله ايه؟ ازيك يا حماده؟ تخش اوضتك جوه تلاقي ورق شغلك كله متقطع والكمبيوتر ممسوح حاجات من عليه، تطلع بره يا ماما هو بس مين دخل اوضتي عشان في حاجات؟ تلاقي حماده يقول لك انا يا عمو انا اللي عملت. انت لسه هتضربه تلاقيه وتقول لك معلش ما تزعلش من حماده ده اخوك الصغير، هو مش عارفه بيجي هنا ويبقى شيطان، ده في البيت بلسم. والله انا تيجي انت تيجي ماسكه الواد من كتفك تقول لا ولا يهمك يا طنط حماده، حماده ده حبيبي ده انا هنفخك. لا يا طنط ولا. طب ايه رايك ان انا اخد حماده ونخش نلعب جوه على الكمبيوتر؟ تعالى ده انا هطلع عين امك بعد اذنك يا طنطي. ما حماده عايز ياخد علقه. كل دي الضيوف دولت كوم. وفي نوع بقى ده كوم تاني، النوع ده حصل معايا موقف شخصي معاه، وده اللي هو الضيف الظريف اللذيذ. ده نبقى قاعدين في البيت في يوم مثلا بابا كان مخرجنا كلنا، وده بيحصل نادرا ان احنا نخرج اسره مع بعض، فجاه جرس الباب رن، عرفت ان ده الضيف ومن نوع اللذيذ الظريف، لو تروح تبص من العين السحريه تلاقي حد سامع يقول لك انا مين؟ انا على طول بكتمه بقول له ثواني وهجيب لك الزباله. فيقول لي لا لا انا صاحب بابا افتح يا حبيبي. اول ما افتح الباب يقول لي خد الأربعة كيلو مانجا دول اشيلهم في التلاجة، أصل المانجا اللي الكيلو بتاعها ب 20 جنيه دي لو قعدت بره التلاجة تبوظ، والله ده أنا جايب حاجة بسيطة. أقول له خلاص يا عمو ده الجيران تحت هيطلعوا يقولوا عايزين مانجا من اللي جابها. وأول ما يخش بقى بيخش طبعًا كالعادة بجزمته اللي كلها طينة، يبهدل لك السجادة، ودايمًا بيفتكر عند الأنتريه، أول ما يوصل الأنتريه يقول لك أوه أنا آسف نسيت دخلت بالجزمة، بس والله الطينة دي مش مني. فأنا أقول له لا لا ولا يهمك يا عمو، الطينة دي أنا اللي عاملها، أصل أنا زارع حلبة هنا على السجادة. بس ده برضو ارحم من الضيف التاني اللي بيجي لك ويخلع الجزمه بره، واول ما يوصل الانتريه يفتكر، مش عارف ليه كلهم بيفتكروا عند الانتريه، يقول لك اوه اسف اصل انا لابس جزمه من الصبح فممكن الشراب يكون عامل ريحه خفيفه ولا حاجه، وانت اصلا واقف دايخ من الريحه، بتقول له لا لا ولا يهمك يا عمو مفيش اي ريحه، يا ماما افتح الشبابيك.
المهم الضيف ده بابا خرج وسلم عليه، قام لقى بابا لابس، قال له انت لابس وخارج والواد لابس، انتوا كنتوا خارجين ولا ايه؟ بابا بيقول له اه والله كنت واخد الاولاد وناوي اخرجهم كده. قال اه يبقى مكتوب لي اخرج معاكم. ايه البرود ده؟ دخلت انا جوه عملت حوار وجيت قلت له بابا عمته اتصلت بتقول لك يا ريت ناجل الخروجه يوم ولا يومين. قال لي اه يبقى مكتوب لي اقعد معاكم. قلت له عمو حضرتك تشرب حاجه سخنه ولا حاجه بارده؟ قال لي يا حبيبي مش هتفرق اي حاجه. قلت له قول يا عمو الاثنين موجود، والله السخن موجود والبارد موجود. قال لي والله ما هتفرق، اللي هتجيبه حلو. قلت له خلاص اعمل لك شاي مع بابا. قال لي يا ابني في حد يشرب حاجه سخنه في الولعه دي؟ خش اعمل لي اي حاجه ساقعه ويا ريت لو كوكتيل وتزود الفراوله. دخلت عملت له كوكتيل وخرجت. اول ما خرجت بره لقيته ماسك سيجاره، بقول لبابا هو مفيش طفايه ولا ايه؟ بابا قال له اسفين اصل ما حدش بيدخن هنا فمفيش طفايات غير ان التكييف بس بيكتم مع. قال له لا 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 عندك حق، عندك حق يا حاج انا اسف، معروف ان التكييف مع التدخين بيكتم وبتاع. يا حمدي قوم اقفل التكييف وافتح لنا الشباك وهات لي اي طبقه اطفي فيه. ما يبعتني بعد كده اجيب له طلبات من تحت، هو ليه جاي يتعامل ان هو صاحب بيت ويجي يقعد يرخم علينا وخلاص؟ المهم قعد وقعد يرغي 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 لحد ما جه وقت الاكل. ماما جهزت السفره جوه، بابا خرج له قال له اتفضل السفره جاهزه. قال له والله لو فيها مكان ما هحتاج عزومه. قال له لا السفره فيها اماكن كتير. قال له لا انا بتكلم على بطني والله، ده بيبها قبل ما اجي انا هتعزم، ده بيت اخويا. بابا قال له خلاص براحتك انا هخش انا جوه. لسه بابا بيخش قال له بس انت شكلك زعلان. بابا مش زعلان. قال له لا عادي. قال له لا لا انا هاجي اكل عشان انت شكلك زعلان، اما تيجي تاكل من الاول. ويا ريته بعد الاكل مثلا بيسلمك الاطباق زي ما بيقولوا اللي هي مغسوله، لا ده بيسلمها لك زي ما جبتها من المصنع اللي هي الطبق بيبرق. المهم جه وقعد على السفره، اول ما قعدنا هو قعد وبابا جنبه وانا قاعد هنا. انا عجبتني زيتونه نشنت عليها خدتها، اول ما حطيتها ببقي لقيته بيقول لي قال لي انت بطلت سجاير من امتى يا حمدي؟ هوب الزيتونه وقفت هنا. ابويا قال له سجاير ايه الواد ما بيشربش؟ قال له يا عم ده بيشرب من ايام الثانوي. ابويا بص لي كده وقال لي يا صايع يا فاشل يا بتاع السجاير، واداني على قفايا هوب الزيتونه رجعت الطبق تاني. طب هو بيعمل كده ليه؟ يعني معقول يكون عايز الزيتونه؟ طب كان قال لي اجيب له كيلو زيتون بس ما يرخمش عليا. المهم يقعد يرغي يرغي يرغي، فجاه تلاقي ان الدنيا ليلت وهو قاعد عندنا من بدري، فانا عايز اطرده فقلت اعمل حركه صايعه شويه. فبصيت للساعه اللي على الحيطه كده قلت يا معقوله الساعه 4 الفجر؟ يا ده حضرتك قاعد معانا من الظهر والله الوقت عدى يعني كانه ربنا يعلم ربنا. اما هو قام قال لي لا لا طب انا اقوم. فبابا قال له هتقوم هتلاقي مواصلات دلوقتي على العموم نورتنا. قال له لا انا هقوم اخش الحمام انا بايت هنا النهارده. انت عايز ايه مننا مش عارف. المهم دخل، اول ما دخلنا نبات جوه دخلنا على السرير. طبعا بتعزم انت عزومه المركبيه اللي هو يا عمو حضرتك هتنام على السرير وانا هنام على الكنبه. يقول لي لا 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 انا هنام على انا هنام على الكنبه. اقول له يا عمو انا برتاح على الكنبه. يقول لي اقسم بالله لو ما نمت على الكنبه لا اروح دلوقتي. انا سمعت اقسم بالله اروح دلوقتي. قلت له طب وعهد الله لا انام على الكنبه هي بقى ما انت لا انا لا انت. قال لي خلاص طالما حلفت. قلت له طب ما انت حلفت. قال لي يا اخي الكفارات كتيره ربك يكرم. قلت له ماشي يا عمو. المهم قعد معايا، طبعا قبل ما بينام لازم يرغي ويستظرف شويه. يا يقول الايام جريت بسرعه يا دي يا حمدي، عارف وانت صغير يا ما شلتك والله يا ما شلتك وكنت بتعملها عليا، وانا اصلا من ساعه موقف الزيتونه مخنوق منه ونفسي اعملها عليه دلوقتي وانا كبير. اه والله ما هي. المهم يقعد يرغي يرغي مع نفسه لحد ما يروح في النوم. اول ما يروح في النوم اكتشفت ان الراجل ده الحاصل على جائزه نوبل للشخير، مش عشان كتر شخيره لا عشان قوه شخيره. ده شرخ ازاز الاوضه وهو بيشخر. واول ما صحي الصبح قلت له يا رب يا عمو انا طبعا ما نمتش. قلت له يا رب يا عمو حضرتك تكون نمت وانبسطت. قال لي والله انا اسف اصل انا عندي مشكله وانا عارفها. فقلت له خير يا عمو؟ قال لي ما بعرفش انام بره سريري. اه والله. قلت له لا يا عمو انت بتكذب. قال لي ايه؟ قلت له انت بتكذب، انت مش عايز تقول ان انت ما عرفتش تنام من صوت شخير انا. قال لي اه لا والله. قلت له هو مبسوط. قال لي ما بصراحه اصل انا ما كنتش عايز احرجك يعني. قلت له لا يا عمو لا اصيل والله اصيل. المهم بيسلم عليا بيقول انا ماشي، وصلته لحد الباب ولسه هيخرج من الباب قال لي اوه نسيت المانجا والنبي ناولني المانجا اللي جبتها امبارح. ايه ده يعني؟ ولا خدنا منه ابيض ولا اسود، عمال يصرف في البيت وخلاص. المهم انا مش ضد الضيوف، انا ضد ان الضيف يجي يرخم او يجي من غير ميعاد. وفي الاخر اختم بجمله دايما اسمعها في البرامج وانا ما بحبهاش بس هي مناسبه للحدث ده اللي هي يا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم. شكرا.